أخبار اليوم. بيان عن دم التحقيق الحوادث الخاصة بالطائرة الروسية مترو جيت KGL9268. سيداتي وسادتي، في البداية تتقدم لجنة التحقيق في حادث مترو جيت KGL9268 بخالص التعازي لأسر وأصدقاء وضحايا الطائرة الروسية التي تعرضت للحادث يوم السبت الماضي 31 أكتوبر 2015. وقد قامت الحكومة المصرية بعد وقوع الحادث بإرسال فرق الطوارئ ومحققي الحوادث إلى موقع الحادث، كما زار السيد رئيس مجلس الوزراء موقع الحادث في الساعات القليلة الأولى من وقوع الحادث. وقد قامت القوات المسلحة المصرية بتأمين موقع حطام الطائرة، وتم انتشال الصندوق الأسود في نفس اليوم، وكذلك انتشال جثث الضحايا ونقلوا إلى مستشفيات القاهرة. وفي نفس يوم وقوع الحادث أيضا صدر قرار السيد وزير الطيران المدني المصري بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وفقا للقانون المصري رقم 28 والملحق رقم 13 لاتفاقية شيكاغو بمنظمة الطيران المدني الأيكاو لتولي التحقيق في الحادث. وقد قامت الحكومة المصرية بدعوة الممثلين المعتمدين للدول من روسيا دولة المشغل، أيرلندا دولة التسجيل، فرنسا دولة التصميم، وألمانيا الدولة المصنعة، وكذلك مستشارين من الشركات المصنعة للمحركات وطبعا أيضا للطائرة إيرباص. وأقوم أنا بتمثيل مصر في رئاسة لجنة التحقيق الفنية. قامت القوات الجوية المصرية بتنظيم 5 رحلات في أيام منفصلة خلال الأسبوع الماضي إلى موقع الحادث لتحمل فريق التحقيق بما فيه المحققين المصريين ونخبة من محققي الدول الأخرى المعنية. وقد قام المحققون بفحص الحطام وتصوير كل جزء منه وترسيم إحداثيات كل القطع الكبيرة، ومن المخطط قيام اللجنة بمزيد من الزيارات إلى موقع الحادث في الأيام المقبلة بعد تحسن الأحوال الجوية بموقع الحادث. تكون فريق لجنة التحقيق أو فريق لجنة التحقيق يتألف من 47 عضوا من المحققين مقسمين على النحو التالي: من مصر 29 محقق، من روسيا 7 محققين، من فرنسا 6 محققين، من ألمانيا محققان، ومن أيرلندا 3. كذلك مستشارين على النحو التالي: من شركة إيرباص 10 مستشارين، ومن الإيازا اللي هي هيئة السلامة الأوروبية ممثل 1، ليصبح مجموع المشاركين في التحقيق في الوقت الحالي 58 مشارك. وحتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها بطريقة منظمة، فقد تم تكوين عدد 5 مجموعات عمل فرعية على النحو التالي: مجموعة مسجلات الطائرة اللي هي الصناديق السوداء FDR والCDR، مجموعة موقع الحادث، مجموعة العمليات وهي مسؤولة عن فحص طاقم الطائرة ومعلوماته، مع كذلك معلومات الملاحة والأرصاد الجوية والمراقبة الجوية، مجموعة نظم الطائرة Aircraft Systems، والمجموعة الطبية والطب الشرعي. هذا وتطلع اللجنة بعملية وفقا للملحق رقم 13 لاتفاقية شيكاغو، وهو ما يتسق مع قانون الطيران المدني المصري. وتعمل كل المجموعات حاليا في مرحلة جمع المعلومات بشكل متزامن، ويتم تبادل المعلومات بين المجموعات بطريقة نمطية. وتؤكد اللجنة أنها لا تزال في مرحلة جمع المعلومات، كما سيتم نقل الحطام إلى مكان آمن في القاهرة لمزيد من الفحص لكل جزء فيه، ويتم هذا الفحص بمشاركة المتخصصين في علوم الفلزات. كما ستقوم اللجنة بفحص ذاكرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالطائرة والتي تحتفظ ببعض البيانات بعد الحادث. ويمكن أن نلخص ملاحظات اللجنة حتى اليوم
في عيان. أولا، تناطح حطام الطائرة على مساحة واسعة قطرها أكثر من 13 كيلو متر، وهذا ما تمكننا من تغطيته حتى الآن، وهو ما يتسق مع احتمالية وجود حدوث تفكك في جسم الطائرة أثناء الطيران. ثانيا، الملاحظات الأولية على حطام الطائرة لا تسمح حتى الآن بتحديد أصل هذا التفكك. ثالثا، تم انتشار مسجلات الطيران في اليوم الأول من وقوع الحادث، وتم تحميل بياناتها بنجاح. وبشكل مبدئي أشار مسجل بيانات الطائرة أو مسجل معلومات الطائرة الـ FDR Flight Data Recorder إلى ميعاد. أخلعت الطائرة في تمام الساعة 3:50.06 في التوقيت العالمي، وتوقفت مسجلات البيانات في الساعة 4:13.20، وبالتالي تصبح مدة التسجيل هي 23:14. آخر ارتفاع مسجل للطائرة هو 30,888 قدم، وكانت الطائرة تزال في وضع التسلق، يعني كلايمينج. سجلت آخر معايرة لسرعة الطائرة 281 عقدة، بينما كانت طائرة الآلي رقم 1 متصلة حتى نهاية التسجيل، يعني الأوتو بايلوت والـ إنجيج لحد نهاية التسجيل. رابعا، تم تفريغ مسجل صوت غرفة القيادة الـ CVR Cockpit Voice Recorder بنجاح، وتم الاستماع له بشكل مبدئي. وعلى الرغم من أن فريق العمل لا يزال في مرحلة كتابة النص المسجل والذي سوف يستغرق بعض الوقت، فقد سمع صوت في التالية الأخيرة من التسجيل يستلزم إجراء تحليل طيفي للصوت Spectral Analysis في مختبرات متخصصة من أجل تحديد طبيعة هذا الصوت. سادسا، تدرس اللجنة باهتمام كبير جميع السيناريوهات المحتملة لمعرفة سبب الحادث، ولم تصل اللجنة حتى هذه اللحظة إلى أي استنتاجات، زي ما قلت لحضراتكم لا نزال في مرحلة جمع المعلومات. شكرا.